وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجبير الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك ردا على برقية سموه المهنئة لجلالته بنجاح إجراء الانتخابات النيابية والبلدية والتي شهدتها مملكة البحرين. وأعرب جلالة الملك المفدى في برقيته عن تقديره واعتزازه لسمو أمير دولة الكويت على هذه المشاعر الأخوية الطيبة الصادقة، مؤكدا أن نجاح مملكة البحرين هو نجاح لدولة الكويت الشقيقة، ومشيدا جلالته حفظه الله ورعاه بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل ما يجمعهما من علاقات حميمة ومصير مشترك، متمنيا جلالته لسمو أمير دولة الكويت الشقيقة موفور الصحة والسعادة، ولدولة الكويت وشعبها دوام الرقي والازدهار.